الآن أعرب الأعضاء 10 المنتخبون بمجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء الهجمات العنيفة التي تتعرض لها العديد من المواقع التابعة لقوة حفظ السلام الدولية اليونيفال بلبنان والتي أصيب فيها العديد من أفرادها، ودعوا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 القاضي باحترام القانونية الدولية الإنساني والوقف الفوري لإطلاق النار حتى يتسنى لقوات اليونيفال القيام بالمهام المنوطة بها في حفظ السلم والسلام في المنطقة.